يوم السبت من الأسبوع الرابع من الخماسين المقدسة، مسكن الله في الروح. اليوم يا رب تهيئ لك مسكنا في قلبي، وتتعهدني بخلاصك، تشرق علي بنورك، وتخرجني من ظلال الموت، تهبني توبة نقية حقيقية، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. تشفيني أنا المقيد بالشر الأعمى الأخرس، فأستنير بنورك. تنقذني من قبضة هيرودس وشروره ومن الموت، تقيمني من الموت وتصعدني إلى السماء، وتغنيني وتملأني سلاما. تملأني من روحك، وتسكب في محبتك التي تطرد الخوف. تضرم لهيب محبتك في قلبي كالعليقة المشتعلة بالنار. ربي يسوع، اجعلني موضعا لبهاء مجدك، وتعال حل فيا يا محب البشر.